من هم الفلسطينيون الشراكسة الكرميون على وجه التحديد، وماذا تعرفون عنهم، وماذا يعني أن تكون فلسطينيا من أصول شركسية أو أن تكون فلسطينيا منتميا للشراكسة؟ من عباراته المنشورة والشهيرة: شركسي وأفتخر وتاريخ أجدادي بيشهد له التاريخ. هكذا كتب شكري شركس، المواطن الفلسطيني الشركسي، كله شركس وشراكسة وشركسي. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. أول شيء يسعد صباحكم، وأول شيء حابب أني أتقدم بالشكر الجزيل لهذا التلفزيون المميز والطاقم المميز، وبأستغل هاي الفرصة أني أصبح على أهلي وأصحابي في مدينة طول كرم، مدينة العلم، مدينة الثقافة، مدينة الحب، مدينة الانتماء، وكل الاحترام لكل أبناء طول كرم الذي احتضنونا ولا يزالوا يحتضنونا كأبناء هذا الشعب المناضل، الشعب المثقف، الشعب الحر. وكل الاحترام لكم. أنا أتشرف جدا أني أتواجد معكم في هذه القناة لأتكلم عن شعبنا، عن قضيتنا. طبعا احنا في البداية وفي النهاية فلسطينيين الأصل. نحن قوميتنا تختلف نوعا ما بالشركسية، نعم نحن جذورنا كبيرة جدا. للأسف الشديد نحن جئنا إلى هذه البلاد مهجرين. جئنا إلى هذه البلاد وأسسنا قرى ومدن في داخل فلسطين. نعم. ومنها أشهر هذه القرى، أو خلينا نقول العزب، اللي هي عزبة شركس في قيسارية، اللي جذورنا تمتد إلها. ولكن في بعد الحرب 48 تم تهجيرنا من هذه القرى إلى عدة مناطق، وكثير من أقاربنا وأحبابنا وأهلنا انتقلوا إلى عدة مناطق، منها الكفر كما ومنها الريحانية، ومنها انتقلوا إلى الأردن، حيث أن أغلب الشراكسة المتواجدين من الأردن، مش الأغلب، الأغلب الأكثرية تواجدوا في فلسطين وانتقلوا إلى الأردن. في البداية كانت الوجود الشركسي بشكل عام هو وجود في فلسطين، ومن ثم انتقلوا إلى الأردن وسوريا الحبيبة. نعم. من أين تنحدر الجذور إذا ما أردنا أن نتحدث مثلا غربيا سيد شكري؟ جذور الشركس هي من جنوب روسيا، من القوقاز. هذه البلاد طمع فيها الإمبراطورية الروسية لوجودها في أجمل مناطق في الجنوب الروسي، وتطل على البحر الأسود، ومن هنا تم تهجير الشركس بعد حرب قاسية استمرت لمئة عام. للأسف الشديد عندما تمت توقيع الاتفاقية البريطانية الروسية التركية، تم الاتفاق على تهجير الشركس إلى مناطق خارج بلادهم. وخلال عملية التهجير لم يسمح لهم بركوب الخيل، بل مشيا على الأقدام. وخلال تهجيرهم توفى الكثير بسبب الأمراض وبسبب الجوع. وفي نهاية المطاف عندما تم نقل الشركس عن طريق البواخر إلى جميع أنحاء العالم، كان يتم فرز الأسرة الواحدة إلى عدة بواخر، ومن هنا تمت عملية التهجير والتشتيت. نعم. يعني واضح أنه مرحلة صعبة كانت، وحياة أليمة ومليئة بالمرارة، لكن دعنا نتحدث عن الجانب المشرق في الشراكسة. شكري شركس الاسم، هل له علاقة بالانتماء العائلي والانحدار العائلي، أم هو لقب قيل أو ألصق لسيد شكري شركس؟ سؤال في قمة الروعة، وأنا كثير مبسوط على هذا السؤال. للحقيقة يعني الشركس هي عبارة عن قومية، هي تسمية قومية، ونحن نفتخر ونعتز فيها. في وقت تتم عملية الإحصاء من قبل البريطانيا، لم يستطيعوا لفظ العائلات الشركسية،
وبالتالي سموا كل الشركس بتسمية شركس، لكن احنا ننتمي الى قبيلة الشابسو. هي احدى القبائل الاثنى عشر ومن اكبر القبائل الشركسية المتواجدة، وفي قرية كفر كما الاغلبية كل الموجودين في قرية كفر كما هم من قبيلة الشركس، من نفس القبيلة تاعتنا او خلينا نقول العشيرة. وفي منطقة الريحانية الكثير يعني من الشابسو، ولكن الأغلبية أبزاخ. وهناك موجود أتراك ينتمون يتعلموا اللغة الشركسية وتعلموا العادات والتقاليد، هم البوشناك، ولكن هم ليسوا بشركس، ولكن تعلموا وأصبحوا يتقنون اللغة الشركسية والعادات والتقاليد الشركسية. متقن للغة الشركسية؟ للأسف إحنا زي ما حكينا ظروف الشركس في فلسطين تختلف كليا عن ظروف الشركس في أي منطقة في العالم. بسبب الحروب، بعد الحرب 48 تم تهجير أغلب الشركس، أو مش تم تهجير، التجأ الشركس إلى العشائر الشركسية في الأردن وفي تجمعات، ولكن للأسف بعض العائلات، أو خلينا نقول ليش للأسف، بعض العائلات استمرت في العيش في مدينة طول كرم ونابلس وجنين ورام الله. ومنهم طبعا نقدر نقول الدكتور عثمان شركس اللي هو عميد كلية الجغرافيا في جامعة بيرزيت، ومنهم الأخ سالم شركس محاسب شركة جوال، وأخي ناصر شركس موجود في نابلس طبعا في شركة يعني بعض الشراكس موجودين هنا وهناك. ولكن الملاحظ واستضافتي للسجد شكري شركس، وبالتأكيد أنت أضفت للبرنامج ونرحب بك دائما، لكن ما كان لافتا للانتباه بصراحة هو إصرارك الدائم على الكتابة عن الشراكسة، عن تاريخهم، عن علاقاتهم الاجتماعية، حتى أنك كنت قد كتبت عن الرجل أو أجداد الشراكسة، عن العلاقات الاجتماعية والقيم والقوة البدنية، وهنالك أيضا كتابات قيلت بحق الشراكسة، كلمات جميلة سنتحدث عنها لاحقا، وصور وتوثيق تواريخ ولربما توثيق أحداث متعلقة بالتقويم الشركسي. يعني لماذا كل هذا الاهتمام من السيد شكري؟ لماذا أنت بالذات تهتم كمواطن كرمي من أصول شركسية؟ حب الشديد لمدينة طول كرم، لشعب الفلسطيني وأهلي. هناك كثير من الاستفسارات من بعض الأصدقاء حول موضوع الشركس وانتماءاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، فأنا حبيت أني أوضح الكثير من هذه الأمور لكي يكون في هناك وعي وفهم لحقيقة هذا الشعب، من أين أجا وكيف هي علاقاته وما هي اجتماعياته وما هي ظروفه. كل هذه الأمور حبيت أني أوضحها لجميع أصحابنا وقرائبنا وشعبنا الفلسطيني تحديدا، لأنه في معلوماته قليلة جدا حول الشركس. لهذا السبب أنا بدأت الكتابة عن تاريخ شعبنا، لأنه كثير لا يعلم ما معنى شركس. الكثير لا يعلم. هو عبارة عن مجتمع كامل متكامل، أمي تم تهجيرها من بلادها الأصلية، بلاد وصفها الشاعر المرحوم معين بسيسو، بينما كان سبحانه وتعالى يبني في الأرض، هناك كانت طاقة نزلت على الأرض وهي في جبال الكوكاز اللي هي مناطق الشركس، لوصفه ما هي طبيعة هذه البلاد. والطبيعي جدا يعني برضو على أساس أنه إحنا بنحب كثير برضو نتواصل مع أهلنا في الأردن وسوريا وحتى في البلاد الأم، ولنا علاقات كثيرة وواسعة مع جميع الشركس في جميع أنحاء العالم. طيب خلينا نحكي بالعامية زي ما بنقول، بلش؟ طيب هلأ سيد شكري، في مناسبات كثيرة، إحنا عندنا الأعياد، عيد الأضحى وعيد الفطر، وعندنا مناسبات الوطنية. صحيح. احكي لنا شوي عن بعض الطقوس والعادات اللي لليوم وبكرة بتمارسها وبتحب انك انت تورثها لأفراد العائلة مثلا. صحيح. وكمان تشاركها مع أصدقائك. في عنا كثير احنا طبعا مناسبات عند الشركس،
وفي يوم العلم الشركسي، يوم الصداقة الشركسي، في يوم للأسف في كمان 21/5 بيجي يوم الحزن الشركسي اللي هو يوم التهجير، مع أنه الشعب مثل ما بنقول بسيط يعني. نعم سعيد. صحيح صحيح, صحيح. بسيط لأنه في المجتمع اللي عايش فيه مبسوط معه. يعني المجتمعات كلها اللي احنا عايشين فيها كلها احنا بنرحب فيها وانتمائنا إلها واضح يعني. ما فيش, وهذا دليل يعني إذا بتلاحظي في كل دول الإقليمية الوضع الشركسي وضع مميز. صحيح. في الحكومات. يعني تقدر تقول في تركيا يوجد 7 ملايين شركسي. في مصر العدد مخيف ولكن للأسف مش إحصائية. إحنا بتيجي لترجع إلى التاريخ وجود المماليك كان في مملكة مصر وحكم مصر عدة فترات. في سوريا, في لبنان, في اليمن, في حتى في إيران, حتى في الأردن وسوريا عدد هائل يعني. ولكن فلسطينيا بتحاول دائما انه نجتمع احنا الشراكسة, اجمعهم مع بعض, ادور هيك وين في شركسة القطه يعني ونحط احنا نجتمع دائما مع بعض لحتى تتسع بصراحه, لحتى هذه الرقعه والبقعه الشركسية انها تكون على اتصال مباشر, لانه اصلا من مميزات المجتمع الشركسي انه بحافظ على العلاقات الاجتماعيه بشكل كتير كبير. فانت عندك هذا النفس في تجميع الشراكسة والبحث عنهم؟ أنا للحقيقة تواصلي كبير ومميز مع أهل الشركس في رام الله ونابلس وجنين. ولا أزال أبحث عن عائلات شركسية متواجدة في داخل فلسطين. عندنا حتى زيارات إلى شركس 48 في الريحانية وكفر كما على أساس يصير التواصل, وهناك نسب يعني نسب كبير موجود لحد الآن, موجود في نسب بين شركس فلسطين وشركس كفر كما والريحانية والأردن. هذا متواجد ومعروف يعني. طبعا أنا لحد الآن أطمح ولا أزال أبحث على أساس أنه يكون في إنه تواصل دائم, على أساس نشارك جميعنا في أي احتفال يخصنا في هذه البلاد. إحنا اليوم ممكن البعض بيستفسر سيد شكري أنه طب شو المغزى من الحديث مثلا عن الشراكسة, وليش إحنا بالعكس دائما بنبحث وبنطمح أنه بالفعل نعرف شو أصلنا وشو جذورنا, وهذا الشيء في البعض بيعتبره علم وبالعكس بيخصص له بصراحة ميزانيات بعض الدول لأنه على أساس تعرف هذه العائلة أو هذا القوم من أي منحدر ومن أي جذر يتجذرون. فمهم جدا نبحث في أصولنا وفي عائلاتنا, وليش لا, في ناس عندها شغف أنه أنا أعرف من وين أنا أصلي, هل أصلي كردي, هل أصلي شركسي, هل أصلي تركي أم ماذا. وهذا يعطي شعور بصراحة أنه كلنا شعب واحد, ومهما اختلفت الألوان ومهما اختلفت البقع الجغرافية والحدود, بالعكس هنالك مرجعية واحدة, أننا قوم واحد وشعب واحد. ومن الأمور المميزة في صفحة التواصل الاجتماعي لسيد شكري أنه أنت مش بس تلتقي مع الشراكسة, أنت كمان بتقوم ببعض الطقوس الشكلية يعني سواء باللبس, سواء بالاحتفال بالأعياد الوطنية عندهم, وضع العلم أو حتى وضع بعض الأمور الأخرى. وأنا تحت الهواء طبعا جاب الأستاذ شكري شيء وأنا فكرته خروف, فأنت قلت لي خروف, بس هي بدنا نورجيها للسادة المشاهدين. هذا الشيء مصنوع, هذا عبارة عن طقية صحيح؟ صحيح. طيب عشان بس هذه الطقية, ومن برا هي عبارة عن فروة الخروف زي ما بنقول. اشرح لنا شوي عن إيش هذا التقليد أو إيش هذا الشيء. هذه أولا لا تعتبر طقية بس لتدفئة الرأس, رغم أنه طبيعة الجو في جبال القوقاز هي باردة. صحيح جدا, لكن هي تعتبر رمز للشعب الشركسي. هناك أنواع من أنواع الطواقي, منها القلبك الذي كان اللي بيلبسه طبعا كبار الشركس للحفاظ على العادات والتقاليد. يعني هذه مش بس للتدفئة وكمان نعم تقاليد. صحيح, هي عبارة عن تقاليد متبعة ولا تزال متبعة للتميز عن شعوب أخرى. ما هو شعوب القوقاز كتير يعني, شعوب القوقاز كتير وكل شعب له عاداته وتقاليده. تميز في الشركس في عدة شغلات باللبس, في أمور كتير هم يتميز. من وين حصلت على هذا التقاليد؟ أهداني إياها صديقي شركسي من البلد الأم.
طيب يعني هذه لسه مثل ما بنقول جزء لا يتجزأ من الطقوس وخروف كامل، هاي مش أي كلام. إجمالا حلو أنه كمان تبحث في ثقافة هذا الشعب وأنك أنت تحاول تقتني بعض المقتنيات بصراحة، أو بعض الأمور اللي ممكن إذا ما شفنا هذا زي ما قلت هذا تقي هي تراث هي تقليد أكثر مما أنه يكون موضوع التدفئة. فيعني أنا صدقا سعيد جدا بالحديث عن المجتمع مع الشركسي والشعب الشركسي، وأيضا هنالك من كتب عبارات جميلة وكتبت أيضا على صفحتك سيد شكري، الكاتبة الفلسطينية ميساء نائل التي قالت يا ليتني شركسية، كنت شركسية، يا ليتني شركسية أعوم في بحر الحرية بعيدا عن قلة الأدب والجاهلية، يا ليتني شركسية أمتاز بخجلي وابتسامتي السحرية. هذا وصف الغزل العذر مثل ما بنقول. بالفعل بيمتاز الشراكسة بهذه الميزات اللي قالتها سيد شكري؟ أعطيك فكرة بس صغيرة عن احترام الشركس للمرأة. البنت الشركسية في داخل البيت لا يمكن يسمح لها في بيتها أنها في بيت أهلها طبعا أن تعمل أي شيء، تبقى معززة مكرمة لغاية يتم عملية الزواج. ولا يمكن أن يطوصب البنت الشركسية أن تتزوج ممن لا ترغب نهائيا. هناك عادة سمعتها بجوز أو قرأت عنها اللي هي عملية الخطف في الزواج الشركسي. هي مش بالمفهوم الخطف اللي هي عملية زي سرقت أو زي هيك، لا لا، هي عبارة عن اتفاق ما بين الصبي الشاب والصبية، ويتم الاتفاق مع أهل أو عشيرة الزوج المستقبلي، ويتم وضعها عند رئيس أو خلينا نقول زي العمدة أو عمدة بالضبط. هي رئيس القبيلة أو رئيس العشيرة، يتم الحفاظ عليها ويمنع وأكد عليها أنه أن يلتقوا إلا بعد خروج جاها من أهل القبيلة إلى بيت العروس، ويتم الاتفاق على الزواج. وهذه تسمى خطيفة، ولكن لا تزال هذه موجودة. لا تزال موجودة، وأنا من الناس اللي تمت عملية الزواج بهذه الطريقة. نعم صحيح. والله جميل جدا. يعني وتقيدت فيها وضبط الوضع. نعم صحيح. إجمالا إحنا بصراحة يعني مبسوطين بالاستماع لمثل هذه التفاصيل، والأهم من ذلك أنه نتعرف على عادات وتقاليد جديدة ممكن على مجتمعنا. بس الحلو أنه بقاء هذه المجتمعات وهذه الشعوب محافظة على هذا الرونق في العادات والتقاليد. إذا بدنا نتحدث كمان عن طبيعة اتصالهم وتواصلهم، كيف بالنسبة للشراكس؟ بتحسهم شعب اجتماعي مثلا ولا منغلقين على نفسهم؟ الله، شوف، إذا بدنا نيجي لقضية انفتاح وانغلاق، في السابق فعلا كان الشعب الشركسي نتيجة التهجير كان منغلق كثير لعدة أسباب. أسباب أولا أنه ما كانوا يعرفوا اللغة العربية، لهذا السبب كانوا منحصرين في تجمعات، وهم يعني للأسف يعني ما قدروا يتفاهموا في البداية مع الشعب الموجود، وصارت في عدة مشاكل وحروب. ولكن بعد اللي جمع ما بين الشعب الشركسي والشعب الشعوب العربية اللي هي الدين، الشعب الشركسي ملتزم دينيا، لهذا السبب صار في تقارب واتفاق على أساس أنه إحنا وياكم مسلمين. وبعدها بتستمت عملية فهم اللغة، عرفوا أنه هذا الشعب فعلا أنه ما مش شعب جاي محتل، بالعكس هذا شعب جاي يطور أو يعيش معنا في تاريخ مع انتماء واحد. يعني إحنا بنتمنى مزيد من اللقاءات والتعرف على الشراكسة سيد شكري، والأهم من ذلك إن شاء الله بقاء مثل هذه الشعوب، يعني بعطائها بتاريخها وبهويتها أن تبقى حاضرة. وكل الاحترام وكل التحية لك، وعلى بالتأكيد بصراحة حفاظك على الجذور والانحدار مما تنحدر الشراكسة. كل التحيات لك ولكل المتابعين من الأصدقاء والمتابعين من الشراكسة أينما كنتم في أرض هذا الوطن في مختلف المحافظات. نتمنى لكم إن شاء الله عيشا جميلا هادئا مسالما بعيدا عن أي مشاكل أو أي حروب. السيد شكري شركس المواطن الفلسطيني الشركسي، أشكرك جزيل الشكر على الحضور اليوم والحديث عن الشراكسة.